بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حياكم الله في هذه الندوة المباركة. أيها الإخوة الأكارم، الشعب العراقي كغيره من الأمم يحتفظ في ذاكرته بالعديد من الأحداث، ولا سيما في تاريخه الحديث، ولكن لبعض تلك الأحداث خصوصيتها من حيث الآثار، سواء كانت آثاراً مادية أو معنوية. ومن تلك الأحداث الكبار ذكرى ثورة العشرين، فهي من الأحداث الكبرى في تاريخنا الحديث، سواء من حيث منطلقاتها وأسبابها، أو من حيث مجرياتها الميدانية والسياسية والثقافية، وكذا من حيث بقية آثارها الميدانية. ومن ضمن واجباتنا للحفاظ على تلك الذكريات والوفاء لقادتها ولدماء شهدائها وتضحيات جميع من شارك فيها، نستذكرها ونقوم بدراسة جميع جوانبها والبناء على ما يستنبط من الدروس منها. وقد قمنا في هذا المركز في هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع رسام ومركز الأمة بتنظيم مؤتمر في العام الماضي في ذكرى هذه الثورة، ذكراها المئوية، مؤتمراً علمياً شارك فيه عدد من الباحثين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وقد تناولنا في ذلك المؤتمر عدة جوانب من هذه الثورة. واليوم في الذكرى 100 نقيم هذه الندوة في هذا التاريخ للوقوف على جوانب أخرى من هذه الثورة، ونركز اليوم على الحقائق التي يحاول العديد أن يغيبها عن عمد بمقاصد شتى، أو يحاول تجاهلها، يعني آخرون يحاولون تجاهل هذه الحقائق عن قصد أو دون قصد أو لأسباب عدة، ونحاول التنبيه على بعض تلك الجوانب، وننبه إلى أهمية هذه الحقائق وعدم نسيانها، وذلك قبل أن تضيع وتطغى عليها تطغى الأكاذيب والتزييف، قبل أن تضيع الحقائق بذهاب جميع شهودها وذهاب المنصفين من المؤرخين. وبهذه المناسبة نستذكر الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف الذي غادرنا قبل أيام رحمه الله تعالى، وهو من المؤرخين وقد فقده العالم وليس العراق فحسب. فنسأل الله تعالى له الرحمة والرضوان، كما نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة والرضوان لجميع المؤرخين المنصفين في هذه الثورة المتعلقة بهذه الثورة أو بغيرها. أيها الإخوة، كما قلنا كجزء من وفائنا لثورة العشرين ولمن قام عليها وشارك فيها أو قدم فيها من جهد أو مال أو ما بذل فيها من دماء، فإننا نقيم هذه الندوة والتي سيشارك فيها الدكتور رافع الفلاحي الأكاديمي والباحث في التاريخ الحديث، والذي سيقدم ورقة بعنوان سرديات طائفية وحقائق مطوية. ويشاركنا كذلك الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وسيحدثنا بورقة تحمل عنوان ثورة العشرين تاريخ وأمانة. نبدأ مع الدكتور رافع ونأمل أن يكون حديثه في حدود 20 ليكون متسع للندوة كاملة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل مشكوراً مأجوراً. شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد، واهلا ومرحبا بكم
أخوتي الحضور، الحقيقة يعني سأستعجل الوقت لأنه اللي كتبت طويل والموضوع ربما يستغرق الكثير من الوقت، لكني سأستعجل في القراءة ربما لكي نستوعب الوقت كله بشكل كامل. شكلت ثورة 20 ربما الحدث الأبرز والأهم مثل ما تعرفون في تاريخ العراق الحديث، فرغم مرور أكثر من 100 عام على اندلاع هذه الثورة في 30 حزيران عام 1920، إلا أنها ما زالت تثير جدلاً حقيقة في أوساط المؤرخين والكتاب وأوساط المثقفين والسياسيين وعلماء الاجتماع حول طبيعة تلك الثورة وأسبابها ونتائجها وتداعياتها، وربما قبل ذلك كله تثير جدلاً عن من هم ثوارها، قادتها، ومن الذين مهدوا لها وفجروها. وهذا يعود إلى طبيعة الحكم الآن الموجود في العراق والعقول والأحزاب والقوى التي تحكم العراق الآن وكيف تتصرف وترى الأمور. ثورة 20 ربما نالت قسطاً أكبر مثل ما تعرفون من غيرها بعدد المؤلفات التي صدرت عنها والدراسات والبحوث والمقالات التي كتبت عنها، ويعتقد الكثير من الباحثين والمهتمين أن ذلك يعود إلى كون ثورة 20 قد أسهمت بشكل واضح بصناعة حدثين مهمين أساسيين أو ظهور هذين الحدثين، الأول بلورة مفهوم الوطنية العراقية والهوية العراقية الموحدة، والثاني تأسيس الدولة العراقية اللي تأسست عام 1921. يعني الكثير تحدثوا عن هذا الموضوع، ناجي شوكت اللي هو كان رئيس وزراء العراق الأسبق في مذكراته قال أنه لولا ثورة 20 ما كانت الدولة العراقية قائمة. مس بيل الخاتون أيضا اللي كانت يعني شخصية بارزة في العهد الاحتلال البريطاني المباشر كانت قالت لم يكن يدور بخلدنا وبخلد مملكتنا بريطانيا منح العرب الحرية إلا كنتيجة لثورة عام 1920. الحسابات البريطانية في العراق والمنطقة مثل ما تعرفون كانت تنازع مدرستين، مدرسة هندية كانت يعني تدعو لإقامة حكم بريطاني مباشر والاستمرار بالحكم الإنجليزي للعراق، ومدرسة عربية يمثلها لورنس العرب وفيليبي والمسبير يطالبون بإدارة محلية واجهة يعني الإشراف البريطاني والحكم بواجهة من وراء واجهة. هكذا كان، وحدد هذا بعدين مؤتمر القاهرة في آذار 1921 اللي حضر تشرشل وزير المستعمرات وقرروا أن يحكم العراق بحكومة، وكان الملك فيصل الأول من اختير لرئاسة العراق لزعامة العراق في ذلك الوقت. أعود فأقول أن الذكرى يعني 101 لانطلاق الثورة 20 هي بلا شك مناسبة لمراجعة الدروس والأمثولات وأخطار الماضي وأخطاء الماضي، وهي مناسبة مهمة في تاريخنا العراق المحاصر للتعبير عن الوحدة الوطنية. من هنا وجدنا اليوم ونحن في هذه الندوة المباركة أن نختار موضوعا ربما يكون غائبا عن البعض رغم أنه جزء من حقائق يجب أن تثبتها والانطلاق منها لقراءة حقيقة وطنية ثورة 20. ولعل من الأسباب المهمة التي دعت إلى الخوض في هذا الموضوع هو رؤية جماعات تحكم العراق اليوم للأسف الشديد تستخدم ذكرى ثورة 20 لتأجيج الطائفية وتفريق العراقيين وتسخير ذلك في ذلك واجهاتها وأحزابها وقنواتها الإعلامية والفضائية لهذا الهدف، ويتحرص في كل عام على تقديم من تدعي أنهم مؤرخون ومثقفون وهم في الحقيقة أجراء يحاولون إثارة الأحقاد وتزوير التاريخ واستغلال عقول البسطاء من الناس وإيهامهم بوجود أخطار تتهددهم. طبعاً السقوف التاريخية لهذه الأخطار، البعض يتحدث عن 1400 سنة والبعض يتحدث عن 100 سنة من ثورة 20، يتحدث بالذات عن ثورة 20 ويدعون أنها تكمن في طريقة كتابة تاريخ هذه الثورة وطبيعتها وكيفية النظر إليها. هذه محاولات طبعاً واضحة لإثارة النعرات الطائفية والادعاء بالانتصار للمذهب وإظهار أنفسهم على أنهم في ذلك يدافعون عن الدين والأرض والعرض. يذهبون طبعاً لاستخدام ذكرى الثورة لتأجيج الطائفية مثل ما قلنا وتفريق العراقي واستحضار العداء والأحقاد، يحاولون التغطية على فشلهم الذريع في إقامة دولة محترمة وعصرية ذات مؤسسات سياسية واقتصادية وقضائية لها هيبتها وأسسها الراسخة والمتينة مثل ما دعت إلى ذلك ثورة 20 قبل قرن من اليوم. سأتحدث ربما عن ثلاث محطات في هذه، البعض كتب فيها يعني ربما توجزها الكثير من الكتب. المحطة الأولى
في كتاب تحدث عن كتاب لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث للدكتور علي الوردي عالم الاجتماع الذي يعني ربما ما مر كتاب في الحديث في التاريخ أو في الاجتماع إلا واستشهد بعلي الوردي أو الحديث كثر عن علي الوردي بغض النظر عن رأينا بعلي الوردي وكتاباته، لكن في قضية ثورة العشرين تحدث يعني هو في لمحات اجتماعية بالجزء الخامس عن ثورة العشرين، وتحدث عن المساهمين في ثورة العشرين على أنهم أصحاب غايات خاصة ومكاسب خاصة، ولم يتطرق إلى الدوافع الوطنية والنخوة ورفض الظلم والثورة ضده. فهو يصور أن مثلا شيخ العشيرة مثلا لم يشترك في أحداث ثورة العشرين إلا كرد فعل يعني للصلافة والتصرفات الهوجاء التي لقاها بعض المسؤولين الإنجليز أو نتيجة الإهانة لحقته منهم. فعلا هو الكثير من رؤساء العشائر لقوا إهانات وصلافة من المحتل البريطاني، لكن هذا لا يمنع أنهم كانوا يشعرون بشعور وطني وبشعور ديني وإنساني وأخلاقي، أنه هذا بلدهم محتل وكانوا يعني يتحينون الفرص لرد هذا العدوان، أو لكون شيخ العشيرة مثل ما يقول في كتابه وجد في المشاركة نوع من المنافسة والتفاخر ضد شيخ عشيرة آخر من خصومه، وهذا الأخير كان من مؤيدي الإنجليز فهو يجب أن يؤيد الثوار، فكان واحد منهم. وهذا ذكر في صفحات في كتابه في الصفحة 32 و 117 و 121 من لمحات في تاريخ العراق الحديث الجزء الخامس الحقيقة، ويستمر في كتابه بشكل واضح عن عملية انضمام، يشير في ذلك إلى عملية انضمام الشيخ عبد الواحد السكر واحد من زعماء ثورة العشرين الحقيقة إلى الثوار في الفرات الأوسط، ويقول إن الإنجليز فضلوا على الشيخ عبد الواحد السكر أحد الشيوخ من منافسيه في رئاسة العشيرة، فسلك مسلك الثوار ضد الإنجليز، وهو ما فعله أيضا كما يقول الدكتور علي الوردي في كتابه الشيخ علوان الحاج سعدون أحد رؤساء عشيرة بني حسن، لأنه تلقى من الإنجليز 1000 ليرة كرشوة، فأقدم شقيقه الشيخ عمران الحاج سعدون للانضمام إلى الثورة حفاظا على سمعته ومكانته. وهكذا يتصرف يعني يشير الدكتور علي الوردي حتى على علماء الدين، يقول إنهم حتى لا يخسروا مكانتهم اضطروا إلى تأييد الثورة. ويتحدث أيضا عن الشعراء والكثير من المثقفين، قال إنه الأجور التي يحصلون عليها كانوا من جريدة العرب التي كانت تنشر مقالاتهم في ذلك الوقت واللي أسسها الإنجليز لا تكفي للتعويض عن خسارتهم المعنوية التي تصيبهم من جراء مدحهم للاحتلال الإنجليزي، لذلك أخذوا موقف آخر وانضموا إلى الشعب في الحديث عن ظلم الإنجليز، وهذا تحدث عنه بالصفحة 43 و44 من كتابه. بالحديث عن علماء الدين في الفرات الأوسط والجنوب، يقول الوردي أن عدد منهم اطلع بدور فعال في الثورة خوفا من يفقدوا مكانتهم الدينية، هكذا يشير. ونفس الشيء بالنسبة للمثقف الثوري الذي يرى أنه لم ينضم إلى الثورة إلا بعد أن عامله الإنجليز معاملة سيئة كأن يكون قد عاملوه بفظاظة أو اتهموه بالاختلاس. الأسانيد التي يوردها علي الوردي مع أنه الكثير يستشهد به هي لا تعد عن سرديات ومرويات على غرار ربما قيل يقال ما ذكر وغيرها من هذه الأقاويل. الخلاصة سنجد أن الدكتور علي الوردي ربما كان مؤمنا بمقولة خالف تعرف الحقيقة عندما تقرأه، لأنه ينتقد كل الكتاب الذين كتبوا في ثورة العشرين ويعتبرهم أنهم كانوا عاطفيين ومدفوعين بالعاطفة، وهو الوحيد العقلاني والمنطقي في تناول ثورة العشرين، وربما مثل ما يعني أقول ربما يكون موقفه ضمن هذه العبارة خالف تعرف، فهو أراد الشهرة والمجد عندما يخالفهم بهذه الطريقة ويتحدث بهذه الطريقة. ربما البعض من المؤرخين في الجزء الآخر والكتاب تحدثوا عن ثورة العشرين بدوافع فكر طائفي كان ذلك بوعي وتصميم أو من دون ذلك، يعني أقصد ربما يكون البعض منهم قد أراد محابات بيئة معينة جماعات معينة فلم تكن الحسابات الآنية لما يكتب أو لما يصرح به حاضر أمامه، أما الحسابات المستقبلية لتأثير ما كتبه وما طرح به فلم تكن في ذهني. وربما أقول ربما لو قدر له أو لا البعض أن يكتبوا الآن لكانت كتاباتهم غير شكل، يعني وك
كانوا قد لمسوا التأثيرات السلبية وغير العقلانية والوطنية لما كتبوه. عموما الذين تحدثوا عن ثورة العشرين بدوافع طائفية وتقسيمية انطلقوا من فكرة أن لا وجود لوعي جمعي يمكن أن يقوم وراء فكرة ومنهج ورسالة واضحة الأهداف والمقاصد، بل أن هناك وعي فئوي ورايات صغيرة هي الأساس ويجب التمسك بها. وعلى أساس ذلك تحدثوا أن الوعي الفئوي لدى الشيعة في العراق كما قالوا بين قوسين بالمظلومية هو الذي حفزهم للقيام بثورة العشرين، يعني وحددوا أهدافها لطرد المحتلين البريطاني وتأسيس الدولة العراقية ذات السيادة الكاملة، وأن علماء الدين ورؤساء العشائر هم من أسسوا البنى التحتية لهذا الوعي وشيدوا عليه تلك الثورة. الحقيقة المظلومية كانت تشمل كل العراقيين سنة وشيعة وأكرادا، وكانت الثورة في كل مكان. لذلك نتحدث عن ثورة في الشمال في الأكراد محمود الحفيد، وفي الوسط في الغربية في ديالة في بغداد، هذه كلها موجودة. ومن قاد الثورة ومن فجر الثورة ربما العقول التي قادت الثورة هي في بغداد، السويدي وغير السويدي، هؤلاء كلهم وعلي البزرقان هذا كانوا قادة الثورة، وهم يعني القيادة الرئيسية أو مركز قيادة الثورة كان في بغداد. طيب، وإذا كان يرون الأمر كذلك، يعني ما يطرح نفسه ربما بفكر سياسي أنه الذي يرون يعني ما حدث عام 2003 هو احتلال أمريكي وتدمير وقتل وتهجير وإذلال واستلاب لكل المقدرات وظلم وتعسف يعني اعترف به القاصي والداني، حتى الأمم المتحدة لم تستطع أن تفوض الولايات المتحدة في احتلال العراق ولم تعطيها تفويضا في ذلك واعتبرت ذلك احتلالا، يعني ماذا يقولون عن ذلك؟ إذا كان ذلك احتلالا وهذا احتلالا فلماذا وافقوا على هذا الاحتلال واعتبروه تحريرا ووقفوا ضد ذلك الاحتلال واعتبروه ظلما؟ هذه قضية فيها الكثير من الأحاديث الغير صحيحة. المرة أخرى أقول أن كل الطروحات والأفكار الطائفية التي أرادت أن تسوق لثورة العشرين نتاج لفكر فئوي ومناطقي محدود، هي في الحقيقة أفكار وسرديات كاذبة وملفقة أراد بها البعض قبل كل شيء الإساءة إلى ثورة العشرين الكبرى، ثورة العراقيين، والإساءة إلى العراقيين ووطنيتهم وإخلاصهم وقيمهم الكبيرة. تلك الطروحات والأفكار الطائفية التي وردت في كتب البعض ممن يسمون أنفسهم مؤرخين وكتاب وطنيين للأسف ليست لها علاقة بالوطنية الحقيقة ولا بالتوثيق الصحيح ولا بكتابة التاريخ بنفس محايد وإنساني وأخلاقي، إنما كانت مدفوعة للتأسيس لواقع ظل ينمو تحت الأرض حتى خرج بعد عام 2003 بالشكل الذي شاهدناه، هذا الشكل البشع الشكل الشاذ الذي رأيناه والذي يعيش فيه العراق منذ 18 سنة. من هنا أقرأ بعض نماذج سريعة ومحدودة في بعض كتب من تحدثنا عنه، فأحدهم وبعد أن يؤسس في كتاباته بشكل ذكي ومخفي الكثير من الوسطاء من الناس الأرضية الطائفية والتقسيمية لبناء العراق المستقبلي الذي نعيشه اليوم، بعد أن ينطلق من سرديات وفرضيات يمكن تفنيدها يعني تضيع الخطوط فيها وأهدافها، المهم يتحدث من انطلاقات معزولة بنتائجها وتداعياتها عن مناطق عراقية محددة دون غيرها. يقول أن الثورة قامت في مناطق محددة دون غيرها، ويتحدث عن مناطق الفرات الأوسط فقط والجنوب، ولا يتحدث عن مناطق أخرى مثل ديالة مثل بغداد مثل الغربية مثل الشمال، لا يتحدث عنها، وفيها أحداث كبيرة وفيها قصص وروايات كثيرة عن الثورة وللثورة. والثورة بالمعنى الدقيق له أشبه بالتمرد، يعني على واقع بائس كان يخيم على مناطق عراقية محددة دون غيرها ولا أهل هذه المناطق تحديدا منطقة الفرات الأوسط والجنوب. وفي هذا القول المباشر وغير المباشر من أسروا بقولهم أو أجهروا به فيه استلاب واضح لوطنية العراقيين وعنفوانهم وبسالتهم وتاريخهم المجيد وخصالهم الرائعة وعمقهم في التاريخ، وكونهم بنات ومؤسسين للحضارة الإنسانية، وكونهم قبل هذا وذاك شعب حر لا يقبل العبودية، وأنهم جميعا كانوا يرفضون الاحتلال وكانوا جميعا يعانون من ظلمه واستبداده. وعلى أساس ذلك التقديم السريع أقول أن البعض كتبوا في هذا المنهج عندما واجهوا حقائق أن أغلب مناطق العراق ومدنه اشتعلت بثورة العشرين راحوا يحاولون تطويع اللغة والمعلومات والحقائق بسرديات وقصص مصطنعة وبما يفرغ باقي العراق عدا منطقة الفرات الأوسط والجنوب من انتماء وأفعال
لثورة العشرين، ومن هذا أن أحدهم بضع سطور لا يتجاوز 7 سطور ربما تحدث عن دور المنطقة الغربية وعشائرها في ثورة العشرين، وتحديدا عن دور الشيخ ضاري المحمود قاتل الجنرال ليتشمان في تلك الثورة أو ثورة زوبعة التي هي جزء أساسي من صفحات ثورة العشرين. بالقول سأقرأ لكم القول بالنص، قال: وقد حدث انقلاب عسكري في العراق في 14 تموز 1958 أطاح بنظام الحكم القائم وأعلن النظام الجمهوري، وكان العقيد عبد السلام محمد عارف أحد مدبري هذا الانقلاب وأحد أقارب الشيخ ضاري المحمود. فلما تسلم رئاسة الجمهورية العراقية في حادث 8 شباط 63 عمل عملا متواصلا على إحياء ذكرى الشيخ ضاري، وأقام مسجدا فخما خاصا له ومدارس ضخمة لأبناء قبيلته، وصدر كتاب باسم الشيخ ضاري لأستاذين هما عبد الحميد العلوشي وعزيز الحجية مليء بالمبالغات، هكذا يقول. أولا أريد أن أتحدث، يعني لا أريد أن أتحدث عن حقيقة قرابة المرحوم الرئيس عبد السلام عارف للشيخ ضاري المحمود، هذه يعني قضية لا نريد أن نناقشها، لكن أريد أن أتساهل ما هي الأفعال التي قام بها مثلا الرئيس عبد السلام محمد عارف رحمه الله لإحياء ذكرى الشيخ الضاري؟ يعني عندما تفتش بالتاريخ لا تجد شيئا من هذا من هذا من هذا الذي يتحدث عنه. يقول: أقام مسجدا فخما خاصا به، مسجد الضاري القائم لحد الآن هو في منطقة أبو غريب وفي قرية الضاري، وقام أولاد الشيخ الضاري ضاري المحمود وبالتحديد ابنه الشيخ سليمان الضاري، وهذا يجدد هذا المسجد وهذا قائم من زمان يعني لا يحتاج. أما عن الحديث عن مدارس ضخمة لأبناء قبيلتي في تلك فرية أخرى، طبعا لا توجد مثل هذه المدارس، المدرسة الوحيدة اللي قامها أيضا الشيخ رحمه الله الشيخ يعني الشيخ سليمان الضاري أيضا قام هذه المدرسة، وأهل القرية يدرسون فيها وليست مدارس كبيرة. فبالتالي هناك، أما أن يوصف يعني الكتاب اللي ألف الأستاذين بالمبالغات، لأنه كتاب ليس له أي علاقة بالمبالغات، كتاب يعتمد على التوثيق واعتماد الأحداث من مصادرها الأساسية. عندما تقرأه وأنت قارئ ليس مختصا بالتاريخ ستجد يعني من الطبيعي أن لا يقال عنه مبالغ، ويعرف بدور الشيخ ضاري المحمود في ثورة العشرين في العراق ضد الاحتلال البريطاني وقتله لواحد من أبرز قادة رجال الاستخبارات البريطانية الجنرال الكولونيل ليتشمان في خان النقطة في أبي غريب غرب بغداد. المؤلفين استقوا المعلومات سواء عن حادث مقتل الكولونيل ليتشمان وما تلاه من إعلان ثورة قبيلة الزوبع وكل ما يتعلق بذلك من أحد المشاركين في تلك الأحداث والمؤثرين فيها، وهو المرحوم الشيخ سليمان ضاري المحمود، يعني وهو ابن الشيخ ضاري المحمود، وهو كان مشارك فيها واحد رجالاته ورفيق والده في جهاده وهجرته ومعاناته. فتحدث لهم هذا، يعني أغلب صفحات الكتاب كان مصدرها هذا الشخص، وهذا الشخص عارف وهو شاهد عيان وهو جزء من الثورة وجزء من الحياة التي يتحدثون عنها. فلذلك الوصفة بهذا الشكل ربما يعني فيه يعني الكثير من التجني. يعني دعونا نقول أنا ربما ألتمس لهذا الكاتب أو لغيره الحديث في هذا الشكل ربما جزء من المنافسة، البعض من المؤرخين ومن الأساتذة يعني ربما يريدون أن يقولوا نحن الأجدر في الكتابة عن التاريخ، نحن الأكثر قدرة على التوثيق وغيرنا لا يعرف هذا الموضوع، وهذا موجود هذا الموضوع يعني، وربما ينالون بالتجريح والتقريع لغيرهم وهم غير مقتنعين يعني حقيقة ويعرفون أنه هذا مو حقيقة، لكن يتحدثون هذا. إنسانيا ربما تقبل هذا الموضوع لكن علميا لا يمكن تقبله. وهذا يجعلني أتذكر مثلا يعني رحمه الله طه ريحية اللي كان رئيس وزراء في عهدي عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف رحمهم الله، اللي كان رئيس وزراء والبعثية في وقتهم يعني وصفوه بالفساد والسرقة، وقالوا أنه لديه حصص في شركة كوكاكولا ومدينة الألعاب وسموه أبو فرهود. لكن بعد ذلك اعترف أحد قادة الحزب في ذلك الوقت صالح مهدي عماش، قال إنه هذه كذبة كبيرة كنا نقولها لكي نسقطه، لكي نسقط هذه الشخصية ليس أكثر. لكن حقيقة هو توفى الرجل ليس لا يملك إلا بيتا، ولا لا أدافع عنه، لكن يعني هم من قالوا هكذا. فهذا جزء من عدها ربما
يتعلق في نفس القضية. هذه المنافسة ربما تسحب الناس بهذا الاتجاه، لأن الناس فيها نوازع شر ونوازع خير وحسد وغيرة، ربما بهذا الشكل. النموذج الأخير الذي يعني اسمح لي الدكتور فقط في هذا النموذج هو الأخير أنا أتحدث فيه اللي يسمح به وقت الندوة، كتاب ربما هو الأخير الذي صدر عن ثورة 20 والذي يحمل عنوان ثورة 1920 قراءة جديدة في ضوء الوثائق التاريخية لمؤلفه عباس كاظم والذي ترجمه حسن ناظم. طبعا حسن ناظم الآن هو وزير الثقافة في الحكومة الحالية والناطق الرسمي باسم يعني مجلس الوزراء. طبعا الكتاب مترجم عن اللغة الإنجليزية، ترجم حسن ناظم هو هذا وهو وزير الثقافة مثل ما قلنا، وتبنته للأسف الشديد جامعة علمية هي جامعة الكوفة، ورئيس الجامعة تبنى هذا الكتاب واعتمدوا على هذا الكتاب. هذا الكتاب لم أقرأ كتابا يعني حقيقة، وأنا يعني مهتم بالتاريخ، لم أقرأ كتابا تفيض صفحاته بالطائفية والحقد والتشويه والتحريض في مثل يعني في مثل هذا الكتاب وفي مثل هذا الموضوع. يتحدث عن ثورة 20 التي وحدت العراقيين وأقامت الدولة العراقية، وهو يعني في كل أحاديثه وفي كل تفاصيله يريد أن يذهب بالعراق إلى الطائفية وإلى الحقد والكره والتفريق. المترجم يدعم قول الكاتب بأن ثورة 1920 تم سرقة ثمراتها لصالح مناطق أخرى، أسيء استعمال الثورة، الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية 1921 لغاية 2003 لمدة 83 عاما كما يقول كانت قد يعني عزت فضيلة الثورة حزبيا أو جزئيا أو كليا إلى شخصيات وجماعات كانت مشاركة في الثورة أو لاحقة أو عرضية أو معدومة، هكذا يقول، وهذه غير حقيقة. يعني هو يريدون أن يلغوا الآخرين ويريدون أن يوجهوا أن الثورة كانت ثورة طائفية في مناطق معينة، وهذا ما يعزز نظام الحكم اللي موجود في العراق. ونعم الكتاب يعني ربما علي أن أختصر كثير، لكن هو جزء من محاولة الحقيقة لترسيخ فكرة المناطقية والفئوية التي هي أساس الحكم الذي يعني يعيشه العراق الآن بعد عام 2003. الكتاب يتبنى الكثير من الأفكار من هذه القضية، وحتى يتحدث عن العراقيين يقسمهم مثل ما قسمهم بول بريمر شيعة وسنة وأكراد، يتحدث عن أن الشيعة هم الذين قاوموا وهم الذين وباقي أفراد الشعب العراقي يلغيهم يعني نهائيا من الوجود. ويقول أنه ثم فرصة يعني حتى يتحدث عن المراجع الدينية وهذه مهمة، يقول أن المراجع الدينية بعد 2003 انتبهت إلى تصحيح ما قامت به المراجع الدينية عام 1920 في النجف. ارتكبت في عام 1920 أخطاء كبيرة المراجع الدينية، والمراجع الدينية بقيادة السيستاني عام 2003 انتبهت إلى أخطاء يعني السابقين فصححت الخطأ وأعطت الفرصة لصعود الشيعة إلى السلطة. بهذا النفس يكتب عن ثورة 20 وهي ثورة عراقية خالصة لا يمكن الحديث عنها. هذا يعني ما يسمح به الوقت، أنا يعني أعتذر للإطالة، ربما كان حديث كثير، وهذا ربما تجدوه في يعني عندما تطبع الشكر. جزاكم الله خير دكتور، بارك الله فيك. شكرا للدكتور على هذا العرض، وبالتأكيد يعني الدقائق القصيرة لا تسمح بأن يذكر الباحث جميع ما كتبه، وإنما هي إشارات وموضات، وربما نستخلص من ما ذكره الدكتور بأن الذي يتناول ثورة 20 من منطلقات طائفية فإنه يسيء لتلك الثورة ويسيء لقادة تلك الثورة. فالفكر الطائفي لم يكن موجودا، الفكر الضيق لم يكن موجود في ذلك عند هؤلاء القادة والمشاركين. نستطيع أن نستخلص عنوانا ربما نقول أن السرديات الطائفية هي خيانة لتلك الحقائق. ننتقل إلى ما بقي من الوقت إلى الدكتور مثنى حارث الضاري، وهو حفيد قادة أو من قادة ليس قادة من قادة تلك الثورة
والمشاركين فيها وأحد رموزها والمسؤول في القسم مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين ليحدثنا عن جانب من هذه الندوة وورقته بعنوان ثورة العشرين تأريخ وأمانة فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر الإخوة في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الندوة التي عودونا عليها في كل عام في ذكرى ثورة العشرين. ورقتي لهذه الندوة بعنوان ثورة العشرين تاريخ وأمانة. كما تعلمون أيها الإخوة أن التاريخ بحد ذاته هو أمانة، التاريخ بحد ذاته هو أمانة، والحفاظ على هذه الأمانة هو واجب كل إنسان منصف فضلا عن كونه عالما أو باحثا في التاريخ. فإذا كان التاريخ بذاته أمانة فما بالكم إذا كان هذا التاريخ مجيدا بأفعاله وصناعه ورجاله، وإذا كانت تفتدى من أجله الأرواح ومن أجل معانيه وقيمه، تبذل الأموال رخيصة ويضحى بكل شيء من أجل الأفكار النبيلة ومن أجل الأهداف العظيمة ومنها تحرير الأوطان. فإذا تكون المسؤولية هنا مضاعفة وتكون الأمانة هنا يعني أكبر وأعظم وأشد. فعندما يكتب أحدنا تاريخا لحادث ما تقتضي القواعد العلمية أن يكون صادقا فيما يرويه، منصفا ومجتهدا فيما يبحث فيه ويستدل عليه ويستنبط منه. أما إذا كان التاريخ لواقعة وطنية كثورة العشرين فلا بد للأمانة أن تكون أكبر وأدق وأن يكون الباحث أكثر حذرا من غيره، لأن هذه الثورة فيها أبعاد كثيرة شاركت فيها مكونات العراقيين جميعا، وشاركت فيها المدن والأرياف والبوادي، وشاركت فيها الأديان والمذاهب، وشارك فيها العلماء والمثقفون والعشائر، فهي وجوه للبحث متعددة وكثيرة جدا، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية. وثورة قامت بعد انتهاء الاحتلال أو اكتمال الاحتلال للعراق، اكتمال الاحتلال البريطاني للعراق سنة 1918 باحتلال الموصل، قامت الثورة بعد سنتين، وحقيقة الثورة قائمة قبل اكتمال الاحتلال. وهذا توجه في قراءة ثورة العشرين توجه يعني مهم، ولا يمكن قراءة أحداث الثورة وتداعيات الثورة وما أعقب الثورة وما أشار إليه الدكتور رافع من تزوير وتحريف إلا إذا قرأنا الثورة وفق هذه الصيغة وفق هذه القراءة. كان هناك اتجاه للتأليف عند المؤرخين العراقيين والعرب في تلك المرحلة أن يؤرخوا للقضية العربية، كان الشعور القومي العربي هو الطاغي، ما كان هذا الشعور القطري المحلي سائدا في ذلك الوقت. الجميع خرج من رحاب وخيمة دولة واحدة، من جنسية واحدة، من تابعية واحدة، هي التابعية العثمانية، فكان ينظرون بهذا المنظار، منظار الأمة، لا ينظرون بمنظار البلدان والأقطار. كان القاضي البغدادي يعين قاضيا في حلب، قاضيا في طرابلس الغرب في ليبيا، ثم يعود قاضيا في طرابزون، يعود قاضيا في اسطنبول، ثم يرجع قاضيا إلى اليمن، وهكذا غالب القضاة الشرعيين في العراق كمثال، ونحن نتحدث عن العراق، هكذا كانت حياتهم. فأين الشعور التجزئي؟ إذن كان هذا الشعور العام هو الطاغي، فكانوا يؤرخون باسم القضية العربية الكبرى أو القضية الكبرى. وإذا لاحظتم أن أقدم المؤلفات في تاريخ ثورة العشرين هما كتابان، كتاب الشيخ الدكتور محمد مهدي البصير تاريخ القضية العراقية، فقط هنا حدد بالعراقية لأنه تحدث فقط عن العراق، ولكن مقدرات العراق السياسية للعمري كان يتحدث بهذه الروحية، وكانت ثورة العشرين والحالة العراقية جزئية من ضمن حالات أخرى.
عن بلاد الشام، عن الجزيرة العربية، عن اليمن، عن مصر، عن السودان، عن المغرب العربي، فضلا عن الدولة العثمانية. بهذه الرؤية وهذا المنهج التاريخي كانوا يكتبون. في كتاب الثورة العشرين هذا المنهج مفقود إلا عند النادر. وأنا هنا أشيد في بداية هذه الورقة بكاتب توثيقي معروف، موسوعي توثيقي اعتنى بالتاريخ لعلماء مفكري العراق وفهرسة مؤلفاتهم وحياتهم، وأصدر كتب كثيرة وكتب كثيرا في العراق ويعرفه كثير من الباحثين، هو الباحث والمؤرخ التراثي حميد المطبعي رحمة الله عليه. حميد المطبعي كان يقول بأن الثورة العراقية الكبرى، ثورة العشرين، تمتد من عام 2015 إلى عام 2020، ويقصد بها مقدمات الثورة والتصدي لقوات الاحتلال البريطاني في العراق من معركة الشعابة في البصرة امتدادا إلى ثورة العشرين. وإذا توقفنا عن هذا الأمر سنكتشف أن هذه القراءة قراءة صحيحة ودقيقة. إلى الآن كثير من الناس يخطئ فيقول من قادة ثورة العشرين المرجع الديني والأديب المعروف محمد سعيد الحبوبي رحمه الله. ومحمد سعيد الحبوبي توفي بعد في سنة 1915 بعد هزيمة القوات العثمانية والقوات العراقية العشائرية وغيرها والمتطوعين عربا وأكرادا في معركة الشعابة، فعاد إلى كربلاء ومات كمدا وحزنا على حال العراق وحال الأمة. لكن لماذا يعد من رواد ومن قادة ثورة العشرين؟ لأنه من أوقد هذه الجذوة في التصدي لقوات الاحتلال، وكان معه الشيخ محمد أمين الشنقيطي الموريتاني المقيم في الزبير في ذلك الوقت، والشيخ عبد الوهاب النائب، والشيخ نعمان الأعظمي، وأسماء كثيرة. لاحظوا تنوع الأسماء. فإذا الثورة لها مقدمات واستمرت إلى عام 1920، من يقرأ ثورة العشرين بهذه الرؤية الأمينة الدقيقة يستطيع أن يتجاوز كل المطبات التي ذكرها الدكتور رافع، سواء كانت مذهبية طائفية أو تاريخية أو فئوية. ومثال ذلك كتاب علي الوردي، يعني كتاب علي الوردي هو ليس كتاب تاريخ، كلنا نعلمه كتاب اجتماع، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. إذن يركز على الجانب الاجتماعي ويطبق هذا المنهج فيحرف حقائق التاريخ. وأنا أدعو إلى عدم عده كتابا أو مصدرا من مصادر ثورة العشرين لما فيه من كم من كبير من الغلطات التي ذكر أمثلة منها الدكتور رافع. إذن هذا يجرنا إلى أن هناك حقائق مغيبة كثيرة كما هو عنوان الندوة عن ثورة العشرين. والباحث المعاصر في تاريخ ثورة العشرين سيكتشف كم أننا ظلمنا هذه الثورة، وكم أننا قصرنا في حق هذه الثورة، وكم أننا لم نبحث في جوانب هذه الثورة واكتفينا بالعناوين الكبيرة والمؤلفات المشهورة والانطباعات والتصورات التي يروجها بعضهم هنا وهناك. لا أطيل عليكم، من هذا المنطلق ومن منطلق آخر وهو سعي ثمرة الاحتلال الحالية، حكومة الاحتلال الثامنة وسياسيوها وقادة وزعماء الأحزاب الطائفية المذهبية العنصرية التي جاءت مع الاحتلال واستقرت واستولت على العراق بفضل الاحتلال، تحاول الاحتفال واستذكار ثورة العشرين، مع أنها تقمع الثوار الذين يستلهمون معاني ثورة العشرين. وهذا تناقض، لأن ثورة العشرين أرست دعائم مرحلة جديدة في العراق، قد نختلف في تقييمها مرحلة الانتداب، ولكنها أحدثت تغييرا في الاستراتيجية البريطانية في ذلك الوقت، وأعقبت وطنيين عراقيين حقيقيين أيضا نختلف في تقدير مستويات ولائهم ومدى قربهم أو بعدهم عن البريطانيين، ولكن أسهموا في بناء دولة. أما الآن من جاء مع الاحتلال يعمل للاحتلال، ليس فيه، أقولها بصراحة الآن اتضحت الأمور وانكشفت، كنا قبل نقول لعل فيهم بقية وطنية، لعل فيهم بقية نخوة، لعل فيهم بقية روح، لعل فيهم بقية اجتهاد، لكن الأمور أصبحت واضحة الآن. يناقضون بأفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهم ما كان عليه ثوار العشرين، ويدعون وصلاً بثورة العشرين الآن بطريقة أو أخرى. أدخل على بعض التفاصيل وأبين بعض المحاور أو النقاط التي تحتاج إلى كشف، وأنها وقائع وحقائق ومغيبة، ليست أقوالا واجتهادات ونظريات، أفعال، معارك، دماء، أموال، مجازفات بالحياة من أجل إيصال غرض ما لموقعة ما لمعركة ما، دعم عشائر، بذل أموال، تنقل بين البلدان والقرى، تأليف كتب ضائعة إلى الآن عن ثورة العشرين، كل هذا موجود في الثورة يحتاج إلى إظهار. نبدأ أولا
مقدمات الثورة وقد تحدثت عنها وأزيد. إذا كانت مقدمات الثورة في التصدي للاحتلال البريطاني في البصرة ومن ثم مناجزة هذا الاحتلال في معارك عدة وتأخيره 4 سنوات حتى احتل العراق وأكبر احتلال العراق سنة 18، 4 سنوات كاملة العراقيون في قتال مع هذا المحتل، ومعركة الكوت مشهورة وما جرى فيها من انتصار كبير بعد الهزيمة الأولى وماذا قدم فيها العراقيون. وهنا هذه أيضا تجيب على بعض التساؤلات والمغالطات اللي نقلها الدكتور رافع. معركة الكوت شارك فيها العرب والكرد، آلاف من المجاهدين المتطوعين الأكراد والعرب والعشائر قاتلوا كلهم بإمرة الفريق محمد فاضل باشا الداغستاني رحمه الله قائد جيش العشائر وقتها. الضباط العثمانيون كانوا يستشيرون كما استشاروا في المعارك الأولى في 14 و15، كان القائد في ذلك الوقت من ضمن من يستشيرهم في هذه المعركة الشيخ الخالص الكبير الشيخ نعمان الأعظمي. في معركة الكوت كان أحد الخمسة الذين يستشيرهم قائد المعركة في وقت الشيخ نعمان الأعظمي، هذا الجانب مخفي من حياة نعمان الأعظمي، فقط موضوع أبو حنيفة والأعظمية وجهود الوعظية، أما جانبه التاريخي السياسي والجهادي مغفل. لاحظوا هذه النقطة. بعد ذلك سنة 1918 قامت ثورة في النجف، ثورة النجف المشهورة، الحاج نجم البقال الدليمي النجفي اللي قاد الثورة وقتل الكابتن مارشال، هذه إحنا مقدمات الثورة الكبيرة. وبعض المصادر التي تحدث عنها الدكتور رافع تجعل هذه الثورة هي المقدمة الوحيدة لثورة 20 لأسباب معلومة، لكن بعدها في 1919 قامت ثورة الإخوة الكرد في شمال العراق في كردستان واستمرت أشهر طويلة جداً ولم تنتهي إلا عشية سنة 1920 وقتل فيها عدد من الضباط البريطانيون الكبار، وخاضت معارك في رقعة جغرافية كبيرة جدا امتدت على محافظات السليمانية وأربيل ودوك الحالية، ما كانت تسمى طبعا في وقتها، كانت كلها تابعة لولاية الموصل. وقد ألف الدكتور الأستاذ محمد عبد المنعم الغلامي كتابا خاصا هذه الثورة عن هذه الثورة بعنوان ثورتنا في شمال العراق، الجزء الأول طبع في الخمسينات، الجزء الثاني إخواني للآن لم يطبع، جزء كامل مليء بالوثائق مشتهادات، وثائق وحقائق وصور، وأظهر فيه أثر جمعية العلم ثم جمعية العهد في الموصل في التهيئة للثورة والاستعداد لثورة 20 من عام 1919. هذا الكتاب موجود الآن نسخة PDF على شبكة الانترنت ولكن غير متداول ولم يطبع ثانية. ثورتنا في شمال العراق الجزء الثاني لم يطبع حتى اللحظة وفيه كثير من الحقائق. إذن من 1915 إلى 1919 كلها مقدمات للثورة. في 19 حدثت معركة خميرة المشهورة في الموصل بين عشائر الموصل والقوات البريطانية وهي أحدى مقدمات الثورة، ثم حادثة تلعفر في بداية حزيران 1920. فإذن قراءة تاريخ الثورة وفق مقدمات الثورة حقيقة مغيبة تحتاج إلى مزيد بحث. النقطة الثانية فيما يتعلق بهذا الموضوع هي الشخصيات الوطنية والنخب المثقفة التي شاركت في الثورة. تكاد بغداد، بل بغداد ظلمت في ثورة 20، لم يكتب عنها حتى اللحظة إلا كتاب صغير جدا لمحمود العبطة رحمه الله في السبعينات، ثم كتب حسان علي البازرقان عن أحداث ثورة 20 في بغداد وديالة نقلا عن مذكرات والده علي البازرقان، وطبع في الألفينات، ولكن أيضا كتاب غير منتشر وفيه حقائق جديدة. لاحظوا إلى الألفينات نكتشف حقائق جديدة عن الثورة في بغداد وديالة. المؤتمر المئوي اللي أقامه مركز راسام الدراسات مع مركز الأمة كان أحد البحوث، بحث مهم جدا عن أثر بغداد في ثورة 20. بغداد هي التي خططت لثورة 20 بالتشاور والتعاون مع القادة العراقيين في دمشق في ذلك الوقت الذين استغلوا أجواء حكومة فيصل المؤقتة وأقاموا مؤتمرا كبيرا دعا للثورة في العراق وبدأ التواصل مع قادة الثورة في العراق. فالعلماء والنخب المثقفة مهدوا للثورة وأداروا الثورة، وكان لهم مبعوث خاص ومحمد جعفر أبو التمن من المؤسسين لجمعية حراس الاستقلال وحرس الاستقلال، هو كان حلقة الوصل مع عشائر الفرات الأوسط، كما كان الشيخ محمد الصدر حلقة الوصل مع بعض عشائر ديالة ولا سيما الخالص،
والشيخ محمد سعيد النقشبندي حلقة وصل مع عشائر ديالة، والشيخ يوسف السويد رحمه الله حلقة الوصل مع عشائر غرب بغداد، ولا سيما مع قبيلة زوبة على سبيل المثال، وقبيل جزء من قبيلة بني تميم. فإذا كانت الجهود مرتبة ومهيئة الأمور للثورة، وكانت التجمعات والقصائد والبيانات، ثم اختيار ممثلي الثورة الذين فاوضوا البريطانيين لما البريطانيون أرادوا أن يعملوا يعني في وقت حركة سياسية ما لتهدئة مشاعر العراقيين، الممثلون الخمسة، ثم عندما زيد العدد إلى 15 ممثلا، من اختارهم؟ كيف تم اختيارهم؟ إذن القيادة السياسية كانت أين؟ كانت في بغداد. هذه كأنه الكاميرا يبعدونها عن هذا الجانب، وما زال هذا الجانب غني كما سيظهر بعد قليل. هناك بعض قادة الثورة من الفرات الأوسط والجنوب، قادة بارزون في الثورة، ولكن كأنه بعض الجوانب من ثورتهم يراد لها ألا تظهر، من ذلك السيد نور الياسري. حديثا أحد أحفاده ألف كتاب كبير جدا وأظن يقيم في كندا، كشف كثيرا من هذه الأمور وتحدث بنفس اللغة واللسان اللي تحدث به الدكتور رافع قبل قليل، وتساءل تساؤلات كبيرة، لماذا يضخم فلان ويقزم فلان؟ لماذا تذكر هذه الحقيقة وتحجب هذه الحقائق؟ لماذا عندما يتم الحديث عن السيد نور الياسري لا يتم التطرق إلى علاقاته بقادة الثورة في بغداد والمنطقة الغربية وتحديدا مع الشيخ ضاري؟ إذن حتى داخل هذه المدرسة الفكرية والثقافية عند أحفاد الثورة في الفرات الأوسط بدأت هذه الروح النقدية والروح التصحيحية. تحرير بغداد، هل سمعتم بأن الثوار قد أعدوا خطة لتحرير بغداد؟ موجودة هي في كتاب تاريخ القضية العراقية للبصير إشارة عن عشائر غرب بغداد وجنوب بغداد، اليوسفية والمحمودية والغرب أبو غريب، لتحرير بغداد، وكيف أن الشيخ يوسف السويدي مر في طريقه وهو خارج من بغداد بعد نجاته من الاعتقال للفرات الأوسط للاطمئنان على استعدادات القبائل لتنفيذ الخطة. كاظم المظفر في كتابه الثورة العراقية، ثورة العراق عام 1920، يذكر نقلا عن أحد شعراء وقادة الثورة من النجف أنه في أثناء حصارهم لباب للحلة سمع من الشيخ ضاري أن هناك خطة لتحرير بغداد. هذه نتف هنا وهناك، لكن هذه الحقيقة واقعة وماثلة، ذكرها علي البازرقان في كتابه الوقائع الحقيقية للثورة العراقية الكبرى. علي البازرقان قدم خطة لتحرير بغداد، عرضها على جمعية حرس الاستقلال، وكانت الخطة تقضي أنه يوم 13/8 13 آب تنقض عشائر جنوب وغرب وشرق وشمال بغداد، ديالة وشمال بغداد وغرب بغداد وجنوب بغداد على بغداد لتحريرها. يوم 12/8 داهمت القوات البريطانية بيت يوسف السويدي وعلي البازرقان ومحمد الصدر ومحمد جعفر أبو التمن وأحمد الشيخ داود، اعتقلت أحمد الشيخ داود والأربعة الآخرين هربوا. وبنفس اليوم 12/8 لتشمن عمل لقاء مع الشيخ ضاري بخان النقطة وقتل في ذلك اليوم، كان ناويا على شر على الشيخ ضاري لكن الله سبحانه وتعالى قدر أمرا آخر. إذا كانت خطة للإجهاز على خطة تحرير بغداد، جواسيس البريطانيين وهم كثر من البريطانيين والعراقيين والهنود وغيرهم ويعني جنسيات أخرى أوصلوا لهم الخبر، إذا كانت هناك معركة، خلينا نقول صراع سياسي، معركة مخابرات وتجسس كبيرة بين حكومة الاحتلال وقادة الثورة في بغداد. هذا أيضا مذكور في الوقائع في الكتاب البازرقان، وأيضا لم يبحث لأن هناك تفاصيل عن الثوار وأحفادهم، وفي بعض الكتابات المتفرقة هناك يمكن أن تعطينا صورة لهذه الخطة. دور أو أثر جمعية العلم والعهد في الموصل في التهيئة للثورة، كتب كثيرا عنها محمد عبد المنعم الغلامي، وبالوثائق وبالأسماء وبالوقائع. ومن الوثائق المهمة أنه جمعية العهد في وقتها وقبلها لما كانت تسمى العلم استثارت أهل الموصل وعلماء الموصل، أغلب علماء الموصل كانوا يوقعون على المضابط اللي تدعو إلى تحرير العراق ومقاومة البريطانيين، قلة منهم فقط انزوت وابتعدت. طيب أين هذه الأمور؟ لماذا تبقى حبيسة في بطن كتاب لا غير موجود في المكتبات إلا المكتبات العامة ومكتبات الجامعات، ومن وموجود على شبكة الإنترنت غير مبذول إلا لمن يبحث عنه؟ طيب الشيخ عبد الله النعمة، أنا كتبت عنه قبل مدة مقال، الشيخ عبد الله النعمة كان في مقدمة العلماء الداعمين للثورة
كل من كتب عن حياته وسيرته لم يتناول هذه الجزئية بالمستوى المأمول. فإذا هناك أمور تحتاج إلى تثوير وإظهار. بارك الله فيك، انتهينا تقريبا. ثمانية، من هم الضباط الذين تواصلوا مع الاحتلال؟ مو قلنا الضباط في دمشق كانوا يعدون للثورة ويراسلون الضباط العراقيين وأرسلوا أموال وأرسلوا قوة لتحرير تل عفر وعانة وراوة ومناطق أخرى ودير الزور طبعا وأثرها في المعركة والثورة، بل هي مقدمة الثورة العراقية تحرير دير الزور في سوريا. من هم الضباط الذين كانوا يظهرون التعاون ويراسلون البريطانيين سرا ويبدون استعدادهم للإجهاز على ثورة العشرين؟ ومنهم من أصبح من عرابي السياسة في العهد الملكي بعد ذلك، هذا أيضا يحتاج إلى نظر. من هم المشايخ والعلماء والمثقفون والشعراء والأدباء الذين لم تظهر أسماءهم في ثورة العشرين؟ كثيرون. الخط الأول هذا من كتب عن الشعر والأدب في ثورة العشرين أقر الحقيقة أن شعراء الخط الأول في العراق لم يكتبوا عن ثورة العشرين، شعراء الخط الثاني هم من كتبوا، يعني لا الرصافي ولا الزهاوي ولا الكاظمي ولا ولا ولا. لما؟ قسم منهم كان خارج العراق أصلا، قسم منهم كان خارج العراق، وقسم منهم لأسباب معينة وما إلى ذلك. ولكن في شعراء ما يسمون بالخط الثاني وهم خط طبعا، يعني الآن لا نسميه أولا، يكاد يكون الخط الأول يعني يتدنى عنهم كثيرا الآن، كتبوا وخاصة الشعراء، شعراء بغداد، هذه أيضا تحتاج إلى إظهار. طبعا كتب كتابي أنا وثلاثة عن الشعر في ثورة العشرين وهي كتب نافعة وجيدة، ولكن تحتاج أيضا إلى إظهار. قسم من هؤلاء العلماء والمشايخ والشعراء أين كانوا؟ كانوا منفيين، لو في الهند، لو في جزيرة هنجان في الخليج العربي عند مضيق هرمز. متى نفوا؟ نفوا سنة 1918 و19، لأنهم كانوا يدعون إلى الثورة في ذلك الوقت. منهم مفتي بغداد عطى الخطيب، ومنهم عالم بغداد صاحب الكتاب المشهور الأسرة العلمية في بغداد محمد سعيد الراوي، ومنهم شيخ قبيلة دليم في ذلك الوقت عبد الحميد البعيثة الذي نفي إلى جزيرة هنجام ولم يعد إلا بعد فشل الثورة. كل هذه التفاصيل والحقائق مغيبة، فعندما يأتي باحث هكذا وينظر فلان غير موجود، فلان غير موجود، إلى فلان غير مشارك، بدون أن ينظر إلى يعني الأمور الأخرى. نقطة أخيرة و أختم بها إن شاء الله. هل تتصورون بأن هناك كتاب ضخم مكتوب عن الثورة من شخص عاصر الثورة وشارك فيها ولم يصلنا إلى الآن في القرن العشرين ويكتب الكتاب وتصل كتب الأخرى؟ طيب عندما يغيب هذا الكتاب، إذن غاب جزء كبير من تاريخ الثورة، خاصة عندما يكون هذا الشخص قريب من أحد قادة الثورة. أضرب مثال فقط، تكلمنا عن كتب الغلامي، والغلامي عنده عدة كتب أخرى عن الثورة ولها علاقة بالثورة لم تطبع حتى الآن، والآن إن شاء الله في تواصل مع عائلة الغلامي الكرام، وإن شاء الله هناك محاولة لإعادة طباعة هذه الكتب. نتحدث الآن عن الشيخ محمد صالح السهرة وردي، صاحب كتاب لب الألباب المشهور اللي يعد من أقدم كتب التراجم الحديثة في العراق، صدر سنة 1933، وحفظ لنا يعني تاريخا مجيدا لعلماء العراق وجهودهم في العلم والتربية والدعوة والإصلاح والسياسة. محمد صالح السهروردي هو تلميذ العلامة عبد الوهاب النائب، القاضي والمفتي والحاكم والمدرس والعالم والمجاهد والشاعر والأديب، قل عنهما تشاء. توفي سنة 1926. محمد صالح السهروردي يشير في الجزء الأول من كتابه لب الألباب اللي خصصه تحديدا لسيرة عبد الوهاب النائب إلى مشاركة عبد الوهاب النائب في ثورة العشرين، بل يعده رمزا وقائدا للثورة في ويعني منظرا للثورة في بغداد. محور اجتماعات جامع الحيدر خانة معروف من شارك فيها، الشيخ محمد مهدي البصير، الشيخ أمجد الزهاوي، الشيخ نعمان الأعظمي وكل علماء بغداد، لكن الشيخ النائب كان هو المحور الذي يدورون حوله. الشيخ النائب بقي 30 سنة نائبا للقضاء الشرعي في بغداد، ودرس على كل علماء بغداد الكبار، ودرس أغلب علماء العراق بعد ذلك، حتى يقول أحد مؤرخيه أنه ما من إجازة علمية بعد ذلك في الغالب إلا كانت منهم تنتهي إليه، وما ظهر من أديب أو شاعر أو مفكر أو مصلح أو داعي أو وطني في الغالب إلا وخرج من مدرسة جامع الفضل في بغداد. هذا الثقل للشيخ عبد الوهاب النائب في الثورة غير ظاهر إلى الآن. محمد صالح السهروردي أظهر جزءا منه، ولكن يفاجئنا محمد صالح السهروردي
أن يذكر جانبا من الثورة في الراشدية، يذكر خط سير الشيخ يوسف السويدي عندما خرج من بغداد ليلة مداهمة بيته وخرج إلى الراشدية، ويقول كنا مختبئين في الأشجار ورأينا زورقا بريطانيا يدور، ثم حدثت معركة بينه وبين المجاهدين. هذه ما مذكورة في أي كتاب عن ثورة العشرين. إذن هناك معركة أو اشتباك على الأقل حدث في شمال بغداد لم يذكر في منطقة الراشدية. ثم يذكر جوانب أخرى. المفاجأة أين؟ يقول وتفصيل هذه في كتاب الثورة العربية العراقية. أين هذا الكتاب؟ لا نعلم عنه شيئا إلا شخص بهالقرب، وبذاك الوقت كان عمره تقريبا في الثلاثينات، واعي ومدرك للأحداث، أكيد كانت شهادته فيها كثير من الوثائق. كتاب العناصر أو الجواهر في الشيخ عبد الوهاب النائب لعبد الكريم العلاف، مفقود الآن. وأختم بنص ذكرت محمد صالح السهروردي، هو تلميذ النائب، وذكرت عبد الكريم العلاف الأديب وتلميذ النائب، لكن سأذكر نص لحميد المطبع اللي تحدثت عنه في بداية المحاضرة. ماذا يقول أو في بداية البحث؟ يقول المطبعي: فلما تطايرت شرارة الثورة العراقية 1915-1920 هب ينجد الوطن، يقصد عبد الوهاب النائب، ورحل إلى عشائره العبيد، لأنه يعني عبيد الأصل، يوزع عليهم فتوى قتال المحتلين الإنجليز وفتوى الجهاد حتى الخلاص، وأصدر فتاوى أخرى لتحشيد الجهد العلمي والوطني في جبهة صيانة الحدود والثغور، وجعل بيته ديوانا مفتوحا لشيوخ الثورة حتى يتفقوا على الخلاص. هذا النص مكتوب في التسعينات الميلادية. إذن كان هناك مقر للثورة في بغداد، جامع الحيدر خانة وديوان ومجلس الشيخ عبد الوهاب النائب. إذن هذه حقائق مغيبة عن تاريخ ثورة العشرين تحتاج إلى بحث ونظر ودراسة. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور مثنى حارث الضاري على هذه الإشارات لبعض الحقائق، ولكن لضيق الوقت ربما لم يتسع لسرد الكثير والعديد من هذه الحقائق والوقائع في تفاصيل الثورة، ولكن نقول خلاصة هذه الندوة أن هذه الحقائق والتفاصيل بحاجة إلى عناية كجزء كما قلنا من الوفاء لهذه الثورة واستثمارها في قابل أيامنا. ولكن ربما نستطيع أن نستنبط في ختام هذه الندوة من كلام الأساتذة أن وطنية ثورة العشرين حقيقة لا يمكن تغييبها مهما حاولوا، بل محاولات البعض لتزييف تاريخ الثورة وتحريفها تصطدم على صخرة هذه الحقيقة فيندحر هذا التزييف ويخيب هذا السعي وينفضح كل جهودهم وسعيهم هذا. في ختام هذه الندوة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى كل من الأساتذة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور مثنى حارث الضاري على ما قدموا وأشاروا، وأتقدم بالشكر إلى جميع الأساتذة الحاضرين في هذه الندوة، وأختم بالشكر لي مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام لإقامته هذه الندوة، والشكر للإعلاميين الذين يغطون هذه الندوة ويصورونها ويقومون بتغطيتها فيما بعد. حتى لقاء قادم وندوة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.